وسلام يا بيرق يضم الشهادة ما ينتكس في يوم تنكيس الأعلام على البيارق له شمو وريادة فالسيف الأجرب تحت مفتاح الإسلام. ففي المرحلة الأولى اعتمد العلم السعودي بكلمة التوحيد في الدولة السعودية الأولى والثانية، وفي المرحلة الثانية في عهد المؤسس الملك عبد العزيز تم إضافة سيفين متقاطعين. أما في المرحلة الثالثة فقد تم استبدال السيفين المتقاطعين بسيف مسلول في الأعلى، وفي المرحلة الرابعة أصبح السيف المسلول تحت كلمة التوحيد. حفظ الله راية التوحيد.